الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحن كجني الفقه المنهجي الاستنجاء وآدابه وطبعا أنا هيستو فرتني سيدي ديتاي أولي هي أما إلي مؤلفينتو آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة. استجد لا دعي يقف مركة وحاجة نساء وجودنا آداب تلو جبهين. هناك آداب يطلب من المسلم أن يراعيها عند القيام بقضاء حاجته واستنجائه. حاجر آداب لقربه قف مسلم كأنه إلى اليوم marka uu xaajo gudanayo ama istajoonayo. Adab waan tixi doono iyadoo muraqam ah oo nambaraysan, qodob walbana adiladiisa uu wato oo kaatibka uu ka dhigi doono shan qodob baanu tixina. Qodobka koowaad, maa yatacallaqu bilmakaani, wuxuu xiriir la leeyahay meesha الذي كاس يقضي فيه حاجته. وقفك مسلم كا وكو حاجة قدنه ماشا آدابت اللو قبها يمحيته، فإنه يجتنب التبول والتغوط. كيف قانايا إنه كو كاتشو أما كو سحراضه في طريق الناس وضد الضدق إمران أو المكان الذي يجلسون فيه أما ماشا تطقى فريسان وفرق فقاره اللي يسوقي مادو إن لفر يسوك هذه يوحي لمدة يضوى شيء ريبا لما فيه من الأذى لهم. وإذا وقع أنت هاي أبيض ضدك يكون نقول ضدك إلي كتر ما القف فريسان يو إن كحاجة قدرتي عمل ضد أي سجى أي كشران أو أي فريسان وحخل دموي. روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. نبي حل قولي أما أبو هريرة والنبي كوري أمير سكي إلى اللعانين. قالوا: من لعانا؟ والله بعض محل على هذا يسايم حي أحيانا. ما كان النبي يقول: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وقفك حاجده لبه جانايا مرنك ضدك اي مران وضضع اما هركا واه ماش ضدك اي فريسان الا ضدك مال هرا اي مركا كنستان. اللعانة محل وضع الامرين الجانبين اللعن ولا بقى الرماد وقفك اسر جيدي كرأن اللعنات كدو الهبسته. ما كمرك النبي يقول لي اسكي الى اللعانان معنى إذا ماها إنه طريق أذيك كل عناضة معنى إذا ماها أما بحال كي دركة فقارة وهي إلا فريسان لها إن العناضة كعقيد من يسوى أما لولك أو كل عناضة ماها. لكن دركة ماشا فريسان ما كدن بإنكار يهبار إيو هبار إيو وحن كالا دوب دعي. ولي قدر كواد لأن كل جنة ثقب في الأرض أو جدار أو نحوه قد دولك كويال أما الجدار يوحي لمدة إيادا نقفك إنو كوكاتش معها أنا وكو سحر هذا معها قد كاس لما قد ينتج عنه حال غيابة إن قد كاس أكسر بحر من أذى ابن كيم هذا. فقد يكون فيه حيوان حال غيابة إن قد كاس أكل هجره نولو ضار إساقا ديب جارسيني كعقرب سيد ديب قلوع أوكلة أو حية أما سيدة مص أو كلا أما باسا يكون جستو أو كلا فيخرج عليه إنه قصة بحلقة ويذيه فيخرج عليه ويذيه ونضبه هذا يكون درنته. وقد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأدى أما حلقة يابا فيتأدى أما حلقة يابا إنه كجر النولة إسكتها مردرنا ومركا ونبقى كسو جارو مركا لو هذا حالة أبا أما هذا يكون درنته ونولة سن تيسوته
oo dadka weerara sida masaska oo kale, sida abeesooyinka oo kale, sida dabqallocyada oo kale, in meesha kaga soo baxaan baa laga yaabaa. Inaan adiga dad adyeysid waa laga yaabaayo, meeshaas noola aan tamar lahayn inuu ku jirana waa laga yaabaa. روى أبو داود عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الحجر أو في الجحر ده نبي هو الرابي إن لو كاش في الجحر قدك وهو الثقب في الأرض ما الأندولاشة وقد إن كذل بيقتد إذن والدين تحت الشجرة المثمرة جيدي يدمر دلين يسي هوستي ذا جيد دكو أي كاميرا يستان أو إن الله فريستي إذا ولا ديدي وحكر أنا مها صيانة للثمر عن التلويث مرها وحلق إلى لنا يا إني كنت منيد النقلان أو تلوث وسوقار عند وقوعه سواء كان مأكولا وحابسكم إذا مرها سمير الله عنها النقضة أو منتفعا به أما ضدك أي أما سكلا لو جفا إليستو لألا تعافه الناس سيسا ضدك نفس الدود أني أني أكرهن وجهد دين مركا جيت كا يسوي مرها دار ياي مروه لما نوع هو أمواب الله عناه أما سكلا لو جفا إليستا سكلا لو جفا إليستا أما حولها الله سيئة أما الدواء الله قصما يشتا أما سيدات كيو معركتي هذه الحالة ضدك مركا ويكو أتكان يساوي حي مركا الودو الكاشة أما لها لدابيتو ولي قدر في الكويت بان كل جناي أهل كل وقفك كحاج جدنا يو الماء الراكد بيها فنية إذا ولا دي قفك كاتشو لما ينتج من تقزز النفس منه حماشة كذا لان النفس دي إن يكوي بيقصته أما يكون الله بوط إن كان كثيرا بيها دوب بدن لا تغيره النجاسة بيها دي بيبطل حتى يهيد ما اللي هو كاشح وراه نفس الضعف نفسه ومن إضاعته أما إن بيها لضيع إن كانت النجاسة تغيره هدي بيها أما نجاسة بيها الدور ليس وكان دون القلتين لبا قلتين وكهوسي بيها دي بدين هن تولى قفا إلي سن لها مرك هدي بيها لو نحكا شاي وحكا إيمانيا تقزز ونفسد إني حوغا سيء مكا أولي بسطو أي كياق يقصطو أن بيو إنا يريهن أو هدي أي بي أي بيو يريهن طبعا مركز في هذه الحالة وبيو ماشاس نجاسي ونقدمه روى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد حديث جابر مسلم لجوري هي أي مكة لبا والنبي يقول رابي إن بيفعل يلا وكاتشو والتغوط أقبح وأولى بالنهي والتغوط أقبح وأولى بالنهي إن لغو سحر وضن ده حديث مركو إنت تلمامي استنباط كواك مركة إن لغو سحر وضن وإذا كسي حنتهي إن إذا لغيبانا مضنان تله والنهي ريبدا حديث سعر للكراهة ولو حلق ونكسي ونقل الإمام النووي أنه للتحريم الإمام النووي أنه وسوق قولي إنه بحرام طاف يعني معنى هدي اللي يريان لغو كاتشن كورا سحرة دي سوى كما ضرر تن إيادة مركة ولا دي دي مركة مسلم في شرحه على صحيح مسلم معناها سو مركة شيرية حتى وحن كسر لما أن قيبتي كواد فروع دي دي وعشان قيبوت ولحنة آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة قيبتي كواد أيام كسر لما أن معركة قيبتي كواد فروع دي دي لأنه كان لما قيبت اللبات ما يتعلق بالدخول إلى قضاء الحاجة والخروج منه ووحل حريرة هلك حاجة الوجود أن يمرك لجلي يمرك لصوب حي فيستحب لقاضي الحاجة قفك حاجونية دنتي سفوشانية وحال وصنية أن يقدم رده يسرى لطبيت حين هرمريو عند الدخول مركو قال يسوي أنا حمام كا مسقش واحد هيلعب ويمناه إنه هرمر يلا سنيا عند الخروج مركو صبح لأنه الأليق حيل ساسا كم مناسب صن بأماكن القذري والنجس ما لها وحيرا قشن كأي نجاسة أي تال مربى والله إلى لياء مركي بقى عن تبي الهرمر ولا يحمل ذكر الله تعالى
mana u xambaaran yani hore uma qaadanayo ilaahay xuskiisa mushaf iyo wax ma aragtay magaca ilaahay ku qoran lama gelaysid wamithluhu waxaa la mid ah kullu ismin mucadamin magac kasta ee la weyneeya mathal magaca nebiga oo kalaa ku qoran ama ma aragtay iyo wixii la mid ah oo ma aragtay asma ullah iyo wax la mid ah xamaamka lama gelaysid laakiin kul hadday yihiin mobilada hadda aanu sidanno oo qur-aanka meesha ku jira elektronik ah wax xaqiiqiya maaha culimmadu waxay yidhaahdeen kan ma xun waa brogram marna zuulaya marna soo laabanaya isagoo xukun kuma qabanayo mobilkaaga waa iskala geli kartaa laakiin ta safxada qur-aanka ay ka muuqatay ha soo saarin meesha midda kale dad baa markii xamaamka intay la galaan haddana saaranaya aadaankii markaas waxaa arkaysa qof markuu xamaam galo aadi meesha kasoo dhacay ama qur-aan saaranaya oo kale ama nashiidad ay magaca ilaahay iyo rasuulka lagu sheegay oo kale taa marka qofka inuu iska ilaahiyo waa ay tahay kama yustaxabu lahu waxaa kaloo loo sunneeya an yaquula aladkaara waladciya alatii thabatat can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam in uu yira aqriyo adkaartii iyo ducooyinkii nebiga sal lay slam ka sugnaatay qabla dukhuuli alkhalaa wa bacda alkhuruuji minhu intuusan xamaamkii ama suuligii intaanu gelin ka hor iyo markaa soo baxaba adkaar baa jirta oo in la isxifdisiiyo ay tahay yararkan la xifdisiiyo fayaquul qabla adduhuuli intuusan gelin wuxuu yidhaahda oo qofku dhahaya bismi illaah allaahumma inii acuudu bika min alkhubuthi waalkhabaa'ith magac ilaahay baan ku bilowday ilaah odaan kaa magangelayaa alkhubuth waalkhabaa'ith marka alkhubuth waa jamcu khabiith خبائثنا وجمع خبيثة محل جوضة عن كام من جنة الشياطين تو كودا لبكة يكودا لدي جاء خبثي ومرك ولب خبائثنا وبند لدي كمرك الله يحل لي مرك هبو حيكوت من يضو جمع وبعد الخروج مركو حمام كسر لما ذا كسر بحن يقول له غفرانك أي أطلب يا الله غفرانك أي أسألك يا الله غفرانك أهد مدافك يا كويدي سنة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وحمد إسكالي الله إجتك سيه أذيه إن عافية الحمد لله الذي أذاقني لذته الله إذا ننسيه معان كيسة وأبقى في قوته أودي سنة لحدي ودفع عني أذاه وحلوحي أذاه أذيه سنة إلهي سبحانه الله إجرابي أما إجعلي بامهات إسكالي ما أنا مهم حال حالات كلو dadba ay kaadidu ku ceshoontaa 2 sano 3 sano markaasaa jirkooda xun laga soo daldala dad bay caloosha fadhiisataa oo u dhinta xaaladahaasoo kale waxa ilaahay subxaanahu watacaala uga hamadnoqo hadda waxaan kasoo dhammaanay 2 qodob iyo furuucdooda qodobka 3aad maa yatacallaqu biljihati wax la xiriira halka uu la beegan lahaa ama ula jiisan lahaa marka uu xamaamka uu ku jiro ama markuu dibadda uu joogo أو حديث القدنة إن تيد وجيه سنكرتا يحرم على قاضي الحاجة قفك حاجة القدنة وحا حرامك أن يستقبل القبلة أو يستدبرها إن القبلة دي ألجيسته وساء وجيست القبلة دي أما إن دورك حجيه وهل كان صان وكالك هذا قبلة دورك يجيستا إذا كنا قبلة كسو بيغنته صان يسان بوالا ديدي إن كان في الفضاء وهدو مال بنانا وجوهه إن كان في الفضاء هضم البنانة وجوه ولا ساتر مرتفع وح أستري كر أهنا ماشي أن جرين كاسو يستر عورته حال قضاء حاجته أستري مركوا قارمة قارت الذي إنه قفك قبل ذي ألجسته حاجة جودة شدي أما ولا برجيديو وحال الذي مال البنانة مركو جوه oo sida aan hadda xamaamaadkan aanu hadda isticmaalno dabcan way xiran yihiin 4 geesba way kaa awdan tahay oo qof meel wuxuu ku jira qam ah wacidna aanay arkayn taa marka xukun kale iyadu shaqa kuma leh laakiin meel dibadu jooga oo banaana halkaana way muuqataa halkaana way muuqataa 4 barjaala wax asturay markaa malaha xaaladu markay sidaa tahay xaajo gudashadii waa inuusan ولجيسن حق قبلة أنا أدبر جيدين تاولا ديدي طيب وكذلك إذا كان في بناء بناء وحلم ده
هدو كل حجر اسمه غير معد لقضاء الحاجة، وأن لو تلقل إن حاجة لو قلته ولم تتحقق شروط الساتر المذكورة شروط أسترك إلا صوص شيئا أني كو هلكا أني كامل كن قن. ويشترط وحكى الله شرطيا ألا يبعد عنه الساتر وحا وقبعت كدي جاني أسطري أنس كفو جاني أكثر من إيش؟ من 3 أذرع سدح لدن وبذراع الآدمي حدود كآذنها مركا لغو البيغيو أو ما يساوي 150 سنتيمتر تقريبا. أما سيك لما كان نقول إنه بقول يكنتن سنتيمتر وحدو إذا أنا هدي وكل حجرو لسمو أنا لغو تلقلين إذن وقل علينا يا لأن غير معدو كاسو كالك وبناها مالها ساتر كي مالها وحكرا ايضا مهمة وحن لدي وحباي أسطورة يعني ساتركة اللي مثلا قف مال بو جالسون وحدين لو ياهو اي وحكاها سي ادو يهين ادو اد موقت عرادة موقت ما حساب سميس ويران وحوائين النقضان بحانا كافو جين اكثر من ايش 3 أذرع ونص كافو جين وحي اد كون دولي يعني لكن حنكوضا وحدين مسافة فك يكون جيرانو قدارك هالكاس ويهدر بفك ادون هالكان اتاقانتا دربي جاي أسطورة معنيه دماغ مركوح وعين النقضان وح او ماكزيمم انت او بضن وكاف وان كان انا نقد بقول يكون سنتيمتر. فان كان البناء معدا لقضاء الحاجة حديثه الكاس اي تهي اماش وكو حاجة قدنا اي تهي ما لو تلقى لي لسان هدي اي تهي سوى سوليا هدى حمامات كان دك اديك سدان جاز الاستقبال والاستدبار والبنان تهي انو حق قبل هذا ولا جيسو أما أقول له برجيدي محايلة جدار كاس ما درب بجابة تاد أو حايلة بدين كلا تيدي أدي قبل هذا وين ده على صامة حالة جديدة مال بنانا مركي تاعي قبل هذا هولا جيسن هون ده برد جيدين وحكرا أيضا مهمة حتى هدي ماشو بناء إلا ده دونه مش مسكاف وجد مثلا جدار وين ما أنا الحساب صن الكاس مركي عن تاسع ربعين عنده رواه البخاري ومسلم لابد وحي وريين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أي كوريين صحابة حديثة ورقي أن كسو قادن لي كتاب كي نوضى ماضي لغيها اللي صور من حياة الصحابة نيم والبترجمة ديسة إنه ليش يسبب الله إلا دماغ ونشو مرتب وعليها إذا أتيتم الغائط هدي أتمادان هل كان لغو حاجة قتو وقارهانا ماشا صحراء ذي وحي لميدا فلا تستقبلوا القبلة ولا تستبروها قبلة ذا هؤلاء الجيسانين وحاعات لا إيمان إسان أو حاجة قد الشدية حانا أولا برجيذيننا أما فلا تستقبلوا القبلة وان هرب عيب فلا تستقبلوا القبلة كل ذا هؤلاء الجيسانين ولا تستبروها أنا أولا برجيذيننا ببول هؤلاء الجيسانين أنا أولا برجيذيننا أو غاية أنا صحراء كادي صحراء لا ذا حول الجسن ولكن شرذقوا أو غربوا لكن أما وحل كايو قرح كصبح ولا جيستا يقرح ودع إلا وضع جهو مركا ما أي حيك توي مركا الحديث قلت المامري مركا بري بروح أنت ولا جيستا لكن اسك إلى لي ما لها كذا وخص ذلك بالصحراء وما فيها من الأمكنة التي لا ساتر فيها مهما وخص ذلك أرنك أوحى لو قاريا لين أنه فقي كدقينا يوحى لقلب حي بالصحراء ما لها المدقان نرى وما في معناها من الأمكنة يوحي إيضا لها المارو أدن ما ما لها قعبها التي لا ساتر فيها وح أسطري قفت أن يجيب مركة حديث المركو ليه طبعا هذا كهد وسيري بنوفة سيريا إلى مركو هذا البنو شيء دليل إنه ما شيء مركو دليل كو نسي دليل كي يحل محل غلب بحر محل غلب بحر حديث يوم إنه يري ويري مركو الحاجة جدنا قبل هذا نحاول نجي سنينا هان عند برجينا محل غوضة الأمكن التي لا ساتر فيها وما لها وحكو أستولي أن الجنة بنان عد أيتها وإنت هذا سوى شرحين لأن الحديث كون بعد نوسو زيادة ودليل التخصيص مركو مركا لا لان النبي يقول لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول حديث واكا لكن انا نروح
ماي وحي جار كنت هاي كلية مالها دي بدها لغا وضاي مالها مسقلها ايو مالها الديارسان اسويلين الكومي جرت ان عنده عركان كاني مركو حلوة دليل التخصيصي ان لغو جار يالو مالها بنانك دبدا وحد دليل ما روى البخاري ومسلم بدليل وغيرهما وحيوريا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحي ابن عمر وعبد الله ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة وعندوش كفولي قولي يا عبد الله هذا دشي سأيام فولي لبعض حاجتي ضنبا إسارتي ضندنه كم إذا أيام ماشي دول استهي فرأيت النبي اللي مالبو سعرين صوم نبي كان أركو مستقبل القبلة قبلة ذا أسي جيدة مستقبل مستدبر القبلة اللي قبلة ذا أبر جيدين مستقبل الشام شامنا أسي جيستي طبعا مالبو سعر أنت وقفك ملكو ما يجي سعر ودارك كرتا مركي مركا قفكو أركا مركا حقيم مقدر له النبي قال أوه قبلة دينا دبرك حجي حقا إيه شامنا حقا يوجه حجي طيب مركا حديث المركة حديث يا رب نوعها قبل ذي يعني لو جيسن يعني لو دبر جيسن حديث أنا أقول النبي كان باركوا سمعني لو بدأ حديث مركي ليس وافجي وباهين فحمل الأول حديث كواد إلها قبل ذا ولا جيسننا هنا أقول دبر جيسننا وحال لو حنباري على المكان غير المعد لقضاء الحاجة مركة حاجة اللي هو جذن يو مال ان او ديار سنه ان حاجه لو قلت او بنان حديث يا رب وكا الله مال بنان كما هل سولي ديار سن حمام ديار سن مسقول ديار سن مال جباسل كما هل وما في معناه من الاماكن اي وحي لم يدها او دغما او غوبها اهو التي لا ساتر فيها وح استره ان ادحان وحمل الثاني حديث كان الثاني ايش حديث ابن عمر وحال روح مبارك على المكان المعدي ماشي للدياري وسولي هذا انا ذيك سنه ما في معناه هذا مركب سولي ادقشيت اللي مو بديار سنين اما قبل هذا ولا جيسن ولا جيسن مشكله مالي حي علي ماشي وعمل او ذنبي جمعا بين الادله اسكو جين اي اورورين اي سوافج اللي سوافج النصوص ولا يخل الامر ساعتها انا امرك كامره معه عن كراهة سيد الكراهة كما مرة في غير المعدي هدي ماشي عن الله يعني مع وجود الساتر يو ساتر كأجرة حتى يلا حتى كما مرة لكن مرة كوحا فاهم يسا دينتو إنه ما أنت هاي أقوان يبرشا ينقفك إنه قف كبرت أقوان تيله حامبو جنيه ده دو كل عربي ننكرنا يعني ابننا ولقره ويسكير أن انتو حصده أو حوكسده حلقة يعني الحديث كان وإن الله يعني سال يعني حديث كان نبي جاب سمعني دين تويس بريني سائن والله علماء مركب ما لها أي كده يعني أنا والله أي حديث مركب ليش هو جيني واكن بدو بتفسير كيسولي وحنا موجودين إذا دين تويس أربعة أنت عارف إن براش أربعة أنت قلب كأفراد هذا حنا كده ما نقدر نسد حد يفرق ليش قلب كأفراد ما يتعلق بحال قاضي الحاجة حنوبح إنا waxa la xiriira qofka sidiisaba marka hore waxaan ka hadlaynay goobta ama meesha halkuu jeesan hadda waxaan ka hadlaynaa qofka kan xaajada gudanaya ahkaam la xiriirta kow an yaatamida ala yasaarihi marka uu saa u fariisto xaajada gudanaya inuu dhanka bidix uu isu buuro oo lugta bidix uu culayska saaro oo cuskado wayan siba yubnaa lugta midigna uu saa u taagan tahay marka bidix u badanaya halkaas uu culayska saaray wala yanzur ila sama qarna saa uma eegay wala ila farji xunti saran kana ma eegay wala ila ma yakhruj min waxa ka soo baxay oo kaadin indhaha lama raacay lanno la yaliqu bi xaali maxay wax cuntaama saas aadaabtan wata wayukrah alqaadi alxaaja أي ويكره القاضي أي ويكره للقاضي الحاجة قفك حاجة قدان يوحى كله كراهية لوكو هذا الكلام إنه هضلو أي وغير يوحي لم إذا أثناء قضائهما قضائها مركو قدان ين إنه وش هضلو وشاكيما هل كان حركة يسا طبعا ما كان لي هاي وأنه ساقو فريشتو دي أول دي يكون حرمت لكن هذا أبرتي عشان إيه هذا اللي استعماله
تعالي هدي عالي أفرسان بيبا نسيب لي هدي عالي أفرسان بيبا نسيب لي سادرتي ومهم لكن ده واحد لقاها اللي يا واحد مركي هدي ديب هدا أفرس ليش إساءة أطهي واحد كوصة بحي واحد ماشي كجرة وعافي ما هذا اللي ندينت واحد كما شايفت عافي ما كجرة كوصة بحي وليالي كهدا هنركي مقاطع تلماميسة قف مركو فريسانة يو إنه هل كان عذابية ومرك جيركي سماشة كمية عذابية وصعب سوء صلى الله عنه وولي حتى كوان هذا عادي قال وفر يسوكر إنه لغة وحصارته يسوك نساء وصوه هم درسمه وعذابية سي مركا ويحي كجرون هم رسول دافعه هل كان مركا حكم وقته لن كان بديح مركا اللي هاو بطه حبال لسوء عذابين إياه سي مركا يوسه لناته جيركو هل كان بديح يا هل كان بديقنا على شاب دومك مركا لغة اللي اسكم سيما مركا فعافماتك كجرة تاسو أمي هدي ساعات أي كوا أتكلم أنا فدي يا عادي مبت فريسان الساعة إذا حكم مجمع لكن ووح recommended ده يدين تو نشيت وحكى له الدين ما شاء الله ما دخل له هذا ده كم موبايل هذا يبقى إذا عاد الحاجة كلها ما يستا جورنال الحاجة كوا أكلستا هل كاسو قليا ما أنت نضل للمية هو هرليا وحصل له متل جري وراه مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبا صامر إذا نبي أمريكا صلى الله عليه وسلم وحاج جودان أيوه فسلم عليه مركا سنري سلام سلام كبوه نبي سلام فلم يرد عليه نبي من جواب ما حمام كينا عليكم السلام كسر لحد هذه ما أو موبايل أنتم كسر عليكم حركة زقفك موبايلك آيات أما إن شيد مجا إلهي كوجود أما هدي إلهي كويد ما عرفتي أنتم وإحنا ماشي كل جيس سلام عليكم كجواب يا ماشي كقيلني وحصلنا وحيكمل تاي وحيراها خلدون هضبا وروى أبو داود وغيره وحيوريين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسعيد على النبي قال مقلي له لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يعني لبا الروح بحنو إسراع يقول أوه هذه ماشي حاجة الوجود لها كاشفين عورتهما حالي فر أي موجين أيام عورضوا يتحدثان حالي شكي سنيا فإن الله عز وجل حال إله يمقت على ذلك أنك عرض جل وعلا مركم حالة ديدي يعني لا بروح إن يمل حاجة الوجود السوري وكل إن أي كلام أو كان هالك أو حاجة كذا كان كالحاجة حاجة كذا لبدون أي شكي سنيا أما الله حمام يوكل الجيران أنا كان هكذا كصوتور هذا كصوتور هذا واجاز طبعا هدي تليفون كوجير لها كون هذا نوع ساس وكلا ده قف بام وش كانس أما تليفون كوه ليس قف بام وش كانس واتي نبي جودي صلى الله عليه وسلم بل وحال الرعي إله بهو عروني هذا أنا وحكرا أيضا لم يدا قف كيسو أوردي سين لو الروح ولا الصعود أما لها ببليك أهدت كوه ده ما يرتانه كله أو ميلان هذا اللي هو على سوي ما دائي دباش على سوي ما دائي هدي له كود ما دك ولس قاوية بده حق كم يرانا أركي سامي كلا صار سو كلا وحكمة وحياة بها نهيا يم قط هدي اللي يري إله بقى عروني مكراهية مشكلة يعني هاد حاسمة يم قط بالي مركب مسؤولها مالها لسكر راعوي وخطر تيدي ويقاس على الكلام غيره مرة هدي اللي يري ماشي لغو ما نحل كره وحلو قياس هذا واحد كسهرة كالأكل هذا حاجة جدا يحمعوني كرتين والشرب هذا حاجة جدا يحمع أبي كرتين والعبث فلاتك فرق معركتي مسجان در در يا مربع سيدا قال يا مرك انترنت كان روبروي ونحو ذلك انت بهدي الدين انت نور عصنت مرك هالموضوع دائم حتى عددك الدين تيقين كلهم كلا صاروا حمام كبدو سي هرم ما استعمالا سيتويشن يقول مرمر سي راديني كل اللي حقوه في اليوم قلت ذلك هدي لي وفق ان هو دقيقه غير ما شات كنت جرتي هلكا دمها كسو دمي سبب انك صبح قضب كشنات علي السنجاو باليسار وقضب كو دمبي ان مركا اللي استجونيو كعنت بلح لاديك سدو يستعمل قاضي الحاجة شماله قفك حاجة جدًا يروح أديك سنة يا يعني أنتي سبده لتنظيف المحل بالماء
أو بالحجر ونحوه سهلكي أي نجاس أي صار دافتي ونظيفه بيو أما نجح يوحي لمدة لأنها الآن يقو بذلك حاله جعنت بذح لأنها مركو حقوق نقول نسائي إن لو استجود جعنت بذح أي إذا مناسب كه ويكره وحلق هذا وحل لقوا نكسين هيئة أن يستعمل يده اليمنى لهذا إنه جعنتي سميجو وديك لما أقوله كما يكره له سيد الله وكهده أن يبقوا نكسنين أن يمس إن تابت بها كعنتي بديك أده بها كعنتي مليك ذكره من حبيبتي سترك أو كتاب تنا إذن وكرهيه مربح معك وكجره كعنتي مليك إن الضرورة قصبت المويانة نجاستا يوحي لم يذهل هلأ هذا وإن احتاج هدوس أبهض أن يمسك الذكر حمتي ترك إن قبت هدو أبهض لينظفه بالحجر سي مركا أبو نظيف لقيه ونحو يوحي لها المال من الجمادات وحيابه من الجامدات وحيابه لوق الجين سيذا وراقه لأديك سنة يوحي لم يذهل هدي أبهض إنه قع حمنتي ترك جعنت وكوكا بتهضو بهضو أمسك الجامد بيده لقيحي أنا ورقدي بقهرته بيده اليمنى جعنت بيد قوانيسا جعنت بيد محاكو قوانيسا ويحي قلب كي أتو استجون له أنا ورقدي هم نقطه أما محاك والكي بيها وكجر هم نقطه أما وهدي إله كويد ما معناته لقيحي كاسا جعنت قوانيسا دون أن يحركها isagoo marka aanan dhaqaajinaynin iyadu saa u haya wixii marka ma dhaqdhaqaaqeen wa amsaka dhakara bilyusra xubintii taranka marka gacanta bay ku qabanaya laakiin waxa kan dhagaxa kan ama warqada tan ma dhaqdhaqaajinay saasi u taagantay wuxuu gacanta ku qabtay xubintii taranka wa harakaha marka xubintii taranka ku dhaqdhaqaajinaya liyunadhif almahal sumashu mahal ماشي محلك اهيد نجاسو قالت ونظيفه لكن ورقدي يدقحي ما دق جنيه وحال دق جنيه وحمتي ترنكا هبكا وهبكا اي مركه يسددوا بيتها هو البخاري ومسلم وحاول عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لي قال ان اذا بال احدكم متكين مركو كاتشي فلا ياخذن ذكره حمتي سترنك يا مكو قبان بيده بيميني جعنتي سميدي ولا يستنجي بيمينه جعنتي سمدين يانو كو استجوني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم جعنت بيدين يانو كو استجوني بيقول صلى الله عليه وسلم مرقض أبو الباء هل كان لقو إفتيمي وحا دبيال وشرحية وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة من الحدث إن لا إسكت ظاهري حدث معنى الحدث الحدث بيه الحدث لغة مرق الله بحه ربحين حق اللغة الشيء الحادث وشيء سودرية وحي ما دو وشرعا مرك الله بح ربحين حق شرعي جاه هو أمر اعتباري وح الحير لله يقوم بالأعضاء وحبنا حير لله وشيء اعتباري تيش حير لله ذا حبنا يمنع من صحة الصلاة صلاة إني أصحذان هر استاجي يوم في حكمها وحي صلاة لمده وعبادة ويسأبها أي هدي ليس هدي حدث كان لهر حيث لا مرخص وهدي وحقوق قراني أن يجرين مرخص محل جوضة رخصة جرته حالات جارة ظروف بعد جرته وماشي دي ويطلق الحدث أيضا معناها كلا يحدث كلو أديك شرع معها كمدة على نواقض الوضوء برياشة ويسادة وحلوحي بويسادة بوريا التي سنتحدث عنها فيما بعد وأن مرضا بقضال أن كقوى الرمي الدون وعلى موجبات الغسل وحلوحي واجبية إنه قفك أمر تنحدث بحلوكم رعابة مركا هذا هو نوشي حدث بحلوكم رعابة وح مركا كاي ماذا صلاة دكوة وقاله إنه تكتب وحكوه لغم رعابة وحلوحي ويسادة بوريا وحكوه لغم رعابة وحل به قويش بواجبية هذا أقسام الحدث والحدث ينقسم إلى قسمين رقيب الضبحة وكرقيب سماء
حدث أصغر من يسوي ير وحدث أكبر يمد وين. الحدث الأصغر كير هو أمر اعتباري يقوم بأعضاء الإنسان الأربعة ووح اعتبار كيسو ويهي وح لحريرة أفرته حبنوت ابن آدم كله، وهو الوجه وجهي واليدان لبدي قعمود والرأس مدحي والرجلان إلى بدي لبود، فيمنع من صحة الصلاة وحور ريبة يا صلاة إن يصحبه ونحو إلى منه. ويرتفع هذا الحدث حدث كان وحقوق النقنة بالوضوء ويسوء، فيصبح الإنسان إنسان مركب من النقنية مستعدا كي دياره للصلاة صلاة ونحوها وإلى مدى والربع أنه كبير هذا ووح حدث كأصغر كأه سدابا كريلي كلا حدث كأصغر كأه مرقف كنت هو يصور دعف توكلا يوحي إلى مدى يمرقو كاتشا وكلا يوحي إلى مدى لغا حدث كأصغر كأه. طبعا وانا اقول وجهي دقضاه وويسدي الى بدك عمو مليح الى مسحي اللغة هو. وإن تحدث كأصغر كقف كجراي متو كنكر قف يسوي هو هذا يصار دافت أما سو كاس أما حمام كصوم مري أو حصار دافين إنه هري صلاة كجراي معه صلاة دي هي أحكام تلمد محل منها طواف كي بس هو جري وحلمده. والحدث الأكبر لكن مرك حدث كوين نجح لي هو أمر اعتباري يقوم بالجسم كي يروح حبناه، لكن كان يسوي اعتبار كي شو هري للي هاي بالجسم كله جركورا، فيمنع من صحة الصلاة وما في حكمها. والريبة يا صلاة دوني الصحبة يحكم كيد مركو الربع يكبر هذا وجنابة يحيل هذا مرك حدث أكبر وجنابة دي حدث أصغر ويحيك الصهاري أو كاذي صحرا دي هو قصاد دافتي يحيل هذا. ويرتفع هذا الحدث حدث كان جنابة دي إيوينا وقرن قرن بالغسل قف قدوم ميرت، فيصبح الإنسان أهلا لما كان ممنوعا عنه قف كان مركب وحي أهل ونقانا يا إن وحي كرر بنا إن مركب أصمه كار مثلا. طبعا قف كي جنابة أم يسوي هرد وحصار دافين أم وقل الماضي حدث كان حلم أكبر ومدوم لو وسي سنة صلاة دنقل يا ما هو هنا كومبلين لي قف كو ميرتاو. طبعا سيلو ميرنا ويساكه الرئيس أحكام تونا إنه إمام بنطا وكهل دونا سيدة مركا أحكام الجنابة مهر دعين قف مركا سي فولا مركا سوح لي كلا الحدث الأكبر بقف كان كورنا الحدث الأصغر ومركا دي واحد نسكا كاليدا هو ذا يوحي لمدو. فلذلك هدي وحماي من دونا فهمي دونا قف مثلا هو جنابه ذي كدبنا جنابة كتمت أحكامتي أما وضعني لمر لها بمري ويسيستي بيه ويسكش ومرتي هدي انتو ويسد وهر مريو وهدانا ديب وكم مرتو مركي قد ما يسوه بحني انو ديب ويسيستو هر وقتلا دي سكي قليا. على الحدث الأكبر ما كان رافعا للأكبر فمن باب أولى أن يكون رافعا للأصغر مر هدي ما يرشدي أي كريش حدث كي وينا حدث كي يرانا وسوه سقليا مركينا قويس السعيد سيد ما صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم صاص بقى هيد حديث النسائي واحد لقى فهمه إن هذا سعيد كريم قضى فكالة الوضوء هل كان سنكو يشتاق إن أبو داران كان درسية وإلى هنا بالله التوفيق.